السلام عليكم خوت ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو من سوق حد البروز. اليوم 8/5/2022 غنبداو مع الخير تبارك الله ما شاء الله. انتم اللي ديتو؟ اييه. اش من النمره هذا؟ هذا النمره واحد سوبي 40 غير بروميير. سنك دير سنك ثمن الثمن باش ديتو؟ 160000 8000 درهم. مرحبا بكم الله يسهل عليكم. تمنى لا بدا شك تمنى لا بدا ما خوف واش تبغي تجي الله يسهل عليك. غادي نبيك سيف ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا فاتي معايا من بلا ما نصور. تمنى لك اللهم يسر وبارك الله يسخر الموالين اللي داو الله يجزيك تبارك الله. هذا اخوان نمره واحد بروميير سنو صغير يلا جايبتنا يلا جايب. واش مزقين معاه؟ مزقين فيه 92 4600 درهم. من داخل 4600 درهم. عندك هو ولا مازال عندك شي وحدين اخرين؟ لا كاينين الاخرين باقيين في الدار. باقيين في الدار. تخلي لهم نمرة التليفون شي واحد يبغي يشري من عندك. اييه. 06 0642 42 07 07 06 06 85 قلعة قلعة سرقنا بالضبط بني عامر ولا خارجة لو نازلة نبينو ليك كاين خوتو ياك الله يسهل عليك. مازال عندك خوت والله يسهل عليه. مازالين مع السلعه ديال لانوكا اخوان حواله مطبوعين تبارك الله سرديين زوينين المرقد القلعه. ها بني مسكين بني مسكين فين بالضبط؟ سرع لي بن حمد تبارك الله. اش مطبوعين اش من نماري؟ دوزيام جوج سنمت نايا ولا رباعيين؟ نايا مرقد بني مسكين تعرف درهم جوج كده مزيان 9000 درهم الله يسخر مولانا الله يجمع حاولي ديال الجمعية خوت الله يسخر الله يجيب لكم تيسير الله يجيب لكم تيسير. لا هو حمسة وقتك هذا ولا هو عبد الله ولد الدقيق ولد المايدة اللي كنت نربع على فلوس عبد الله. حاولي ديال لانوكا اخوان عاودي محمد الناس عاودي محمد الناس كاين داخل اليوم موجود تبارك الله ما شاء الله. كدير بخير كنتي في التجمع تاع تاع شاف كان خوف المهم راه كيش بالك مازال كتبيعوا فين؟ الطريقه شحال كاين عند الحاج العربي باقا ما كملتوش مازال عندكم في الدار. ايه اش داير زينب؟ زينب بخير اللي متبتين معاك 84 كنشوف هذا فيها ما يتلقى 4400 درهم وشحال قلتوا لهم انتم؟
نشوف نخلي لكم رقم التليفون الاخوان ديالك شي كيشوف بشعه ما تقدرش سيركم خلينا من النمر على حساب هذوك اللي باقيين عندكم يعاود شي واحد يبغى يشري من دشا عندك تليفون ولا لا؟ عطينا النمر الحاج باش نمشي جبد على خاطرك انا غندور معاهم جبد على خاطرك شكون اللي عارف شكون اللي حافظ تجي عنده يعطي ليا اللهم يسر وبارك الخوص ناخذ لكم رقم التليفون تقول لهم نمره ولا تقول لهم نمره لا شي واحد عجبوه الحواله يعيط لك شي حاجه الله 71 68 21 31 فين كاين انت قراقه الله يسخر الله يجزيك هلا ودوار العلو سير الله يسخر لك اسنا الحليب اسنا الحليب كاملين سنا الحليب ولا كاين اثنين المتوكل قول لي المتوكل يجيبوك حتى الدار الله يسخر المتوكل مازالنا اخوان في الحواله ديال لانوك اليوم اش من نمره مطبوعين نمره جوج سنا مكدايرين والمرقد ديالها سيدي بوقفة ايه قلعة واش مزقين معاك الثمن؟ 70 3500 في الواحد شحال قاطع انت؟ 90 قاطع ب 4500 ندور معاهم باش تشوفو محفوظ مولاه مراعيه جلس هذا ما كاين داخل السلعة تاع لانوك اليوم موجودة إذا هذا الفيديو غادي يكون خاص بالحولي تاع لانوك إن شاء الله هذا ما كاين الله يسهل على عملنا الله يسهل عليك الله يسهل تبارك الله حوالة ديال لانوك ملاح اش مطبوعين والمرقد ديالهم؟ نمرة جوج تنايا مرقد قلعة نمرة جوج تنايا مرقد قلعة ندورو معاهم مزيان ونشوفو الثمن اش مزقين معاك في الثمن؟ 120 عطينا 6000 6000 درهم تيقول 7250 اللي طالع اش ما كتسمع شي من عندهم؟ انزي عندك انزي عندك انا نزي على العموم اخوان الله يسخر الله يجيب سير حوالة ما شاء الله باقي عندك شي حاجه ولا تشري كاين عند هذيك السيبه ديالك ولا بيع وشري لا بيع وشري الله يسهل الله يسهل مقروضة مقروضة راس ديسي وعقب راسه بوشادي والله عقب راسه راه مقروضة راس من تبارك الله كدير سيدنا السي محمد اثنين طبوع طبوع الرقم واحد السامعين اخي هذاك السنه اللي فاتت اثنين الرقم واحد السامعين كمان 160 طبوع ما تقولش مليح راه بلا ما تقولها واحد
بزوج من نمره واحد. تميوس السوق مليح. واحد دخل ها كود ها هو اللي قال لي داك يدخل الكود. الكود يطلع لي النمره واحد. دخل لي من الكود دخل لي من الكود تما خلي لي نشوف. انا ما بيناش مع ويندوز هذا شويه ديال الحق. لا تبارك الله. زيد الجهه الاخرى سي محمد. نيتني. اخرسنا الفليك. ورا راس الزويب. واش تعلم فينا؟ معلمين ومعلمين ولا باقي ما نتعلموا. واش شفنا؟ خاص فيديو خاص بلانوك تبارك الله ما شاء الله داخل لانوك اليوم بزاف السي محمد كاين بزاف فينا وصلناه كاين اللي لتحت ما عرفتش واش مشيتي لتحت شفتي ولا خافك ما كاينش مليح شويه لا شويه صراحه والله يسالك السي محمد تبارك الله مليح اللهم يسر ويبارك الفوز بلا احتيال بس